بالآخر بالآخر كل ما تعقد المشهد الدبلوماسي وتعذر دخول طهران إلى المشهد السياسي الذي يجري في غزة يزداد المشهد اللبناني تصعيداً. يعني هاي مرتبطة فيها. بس هلا اللي عم نشوفه هو تصعيد من الجانب الإسرائيلي صحيح. وعم نشوف العكس تمام إنه حزب الله ما عم بيكون عنده رد يوازي صحيح لأنه المشهد العسكري يعكس ميزان القوى الدبلوماسي مش لأنه حزب الله ما عنده القدرات ليرد لأنه إيران لا تريد أن تشتبك أكثر. هل حزب الله يملك القدرات ولا يريد؟ إيران هي من يملك القدرات غير يعني نرجع على حزب الله لم يرد لأنه التوقيت المفاوضي يعني الدبلوماسي لا يوافقه أو ممنوع عليه أن يرد لا يوافق طهران يعني ممنوع عليه أن يرد. حزب الله هو ذراع عسكري أوكي. حزب الله لا يفاوض طهران هي من يفاوض أوكي. يعني الحزب يملك القدرة ولكن ممنوع عليه أن يرد. الحزب يملك القدرة بشروط إيرانية. يعني مفاوضات إيران والولايات المتحدة عم بتصير على الأرض بين إسرائيل صحيح. وحزب الله وإذا تعثرت هناك فميزان القوى هلا بمشهديتك هل هي متعثرة المفاوضات؟ طبعا متعثرة لأن الشروط الأمريكية عالية السقف والإيراني يحاول أن يتسق مع الموقف الأمريكي ويحافظ ما أمكن على مكتسباته وهذا ما يجعل الرد الإيراني مربكا والموقف السياسي مربكا لأن إيران وجهت أكثر من رسالة ود للولايات المتحدة سواء نحن أخوة وأحباء على لسان الرئيس الإيراني سواء التراجع التكتيكي على لسان المرشد سواء هجوم 13 و14 أبريل الماضي عندما يعني أطلقت إيران هجوم ب 300 مسيرة وصاروخ باليستي وخبروا الأمريكان واجتمعت كل أمة الله لحتى تصعد الصواريخ